تحية لأهل الريف، تحية لحفدة عبد الكريم الخطابي وحفدة محمد بن عبد الكريم الخطابي، تحية للأبطال، تحية للأحرار. زغريدي يا أمي يا أم الطوار، المغرب عام حابل بالأحرار. تحية لناصر الزفزافي ولرفاق ناصر الزفزافي، تحية على صمودكم، وتحية على تضحياتكم، وتحية على كرمكم النضالي. لقد رفعتم رؤوسنا عاليا، لقد جعلتم منا شعبا محترما، بعد أن حاولوا أن يدلونا وبعد أن يعني اعتدوا علينا. لقد رفعتم رؤوس جميع المغاربة عاليا. فتحية لكم يا أهل الريف، وتحية لكم عالية. وفليخسئ الخاسئون، والخزي والعار للخونة، والخزي والعار للجبناء، والخزي والعار لضعاف النفوس، والخزي والعار للمنبطحين، والخزي والعار للضعفاء أمام الحياة ومادات الحياة ومتع الحياة. ما كيناش في الحياة المغاربة، الحيوان كياكل وكيشرب، الحيوان كيمارس الجنس، الحيوان كيمارس الحياة البيولوجية. رمزية الإنسان وقوة الإنسان وتميز الإنسان في حاجة سميتها الكرامة، العقل. من لا كرامة له لا حياة له، من لا كرامة له لا قيمة له. عدد من الناس عجزت التوطئة لأنهم ضعاف النفوس وبانوا في فيسبوك، بزاف منهم وبانت حتى الصدقية والشرعية ديال الخطاب ديال الزفزافي وأهل الريف بأن الأحزاب مجرمين. شوفوا القواعد ديالهم كيف كتبوا دابا، مشاو يركبوا، حاولوا يركبوا، ومشاو مع رواية مخزنية بائلة، رواية مخزنية يعني حقيرة، حاولت ما أمكن أن تنال من الحراك الشعبي. قبل ما نقول لكم هادشي، ياك عقلتوا المغاربة، قلت لكم واحد النهار، هذه شي 5 أيام ولا 6 أيام، قلت لكم راه الغاية من هذاك الوفد الوزاري يمشي هو ذاك الوفد يكون شهادة على أهل الريف. ها حنا صيفطنا لهم الوفد، ها حنا درنا لهم هادو العصا، لأن الدولة ما عندهاش الحلول للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية، والله ما تقدر، ما يمكن إلا المقاربة الأمنية، ولكن باش تشرع التدخل ديالها خاص عدد من الخطوات. هنا قبل ما ندخل معكم للنقاش باش نقول لكم شنو دار اليوم، وهادشي حنا كنا عارفينو، حنا عارفينو، هو أن الناس كيعرفوا بأن الشعيرة الواعرة بزاف والمهمة بزاف عند المغاربة هي الشعيرة الدينية. المغربي بقي صعف الله في الرسول، صافي شتيتي، دونك قالوا هذا هو الوتر اللي نعزفوا عليه مزيان. قالوا اش غنديروا؟ غادي نديروا واحد الخطاب ديال الجمعه ونصيفطوهم يهضروا على الفتنه. والاستاذ الزفزافي عارف اللي غيمشي يصلي الجمعه، باش الزفزافي مع هو انسان حماسي ومسكين اللي في قلبه وفمه، غيجي وغيبقى يسمع واحد السيد جالس كيعاير فيه. صاروا المغاربه، انت جالس كتصنت شي واحد كيقول لك، انت جالس قدامك كالشفار الحمار، امك عاهره، يا ولد العاهره، يا ولد الخانزه، وشنو مطلوب منك انت؟ تبقى داير له بحال هكا. امين امين، يا ولد العاهره امين، يا الشفار امين، يا الكلب امين. ومن ينوض يشبع فيك معيون ودي يصلي، اجي من وراه ودي اصلي وخرج كي تقبل صلاتك. شوفوا زعما هذاك راه ماشي بشر، راه حديده. انا 7 أشهر وانا كنخرج وكنقول لك بغيت الكاس، بغيت الخبز، بغيت الزيت، بغيت الطريق، كنغوت خليت اش درت. انت كنت عند راسك مسمار، صيفطتي لي واحد الوفد وزاري، عزلتيني انا بحال اللي ما كاينش، انا زعما نكره بحال داك الحراك عا بوحديتو، ها الاولى الضربه الاولى ضربتيني، ثانيا نهار الخطوه جبتي لي واحد الخطاب فيه جالس كتصبط فيا وانا كنسمع، وانا قوتي وراسمالي هما القواعد، هما دوك الجماهير كنخرجهم، دونك واحد لاماس ديال الجمهور جالس كتاكل لي فيه، كتستغلوا لي فيه سياسيا، وانا كنشوف، وبغيتيني انا ما نفاعلش، وانا عا بشر، وانا غير بشر، يعني شوفوا معايا شوفوا معايا، وكيجيب دابا قبلاتي قبلاتي. شنو كتقول وزارة الداخلية؟ اسمعوا عباد الله، بلاغ وزارة الأوقاف والسر، قال لك وشهد أحد المساجد مدينة الحسيمة أثناء صلاة الجمعة فتنة كبيرة. شوفوا معايا المصطلحات، الفتنة هذه فكرة أمنية تاريخية، الفتنة لأن الفتنة عندها وقع، فتنة كبيرة، أقدم شخص على الوقوف والصراخ في وجه الخطيب ونعته بأقبع النعوت، فأحدث فوضى عارمة ترتب عنها عدم إلقاء الخطبة الثانية مما أفسد الجمعة وأساء إلى الجماعة، وبالإضافة إلى ما نص عليه القانون من أحكام. عفوا، تصوروا معايا دابا هاد السيد هذا، يعني جالسين كيسبوا فيه دابا وكيهضروا عليه بهاد الطريقة، عذرا لأنهم شارية هاد النص هذا وهو مهم جدا جدا جدا. إذا اش كيقولوا هاد عباد الله؟ تيقول لك وبالإضافة إلى ما نص عليه القانون من إحكام تعاقب كل من يعرقل أداء الشعائر الدينية، ما عندناش مشكل، فإن الحدث بالنسبة لضمير الأمة يمثل تصرفا منكرا في هذا البلد الذي يحيط العبادات وطقوسها بأكبر قدر من الإجلال والتقدير والوقار. دابا غنبدا نشوف كلمة بكلمة، ما غنطولش باش ما يديليش الوقت. شهد أحد المشاهد أثناء صلاة الجمعة فتنة كبيرة،
علاه كاين شي فتنه في البلاد لو كان المسجد ومراعاه الاسلام؟ علاش هاد البيران ديال الشرابات؟ كيفاش احنا مسلمين كتحط لي البار وفيه المسلمين والسلطات اللي المفروض تحضي كتلقى حتى وكيل الملك تيشرب وكتلقى البوليس كيشرب ودخلوا البيران وديروا التحريات ديروا التحريات. حنا شحال من مره لقينا شحال من مره دخلنا من اليامات اللي كنا خارجين الطريق وكنا كنلقاو مسؤولين قضائيين وكنلقاو البوليس وكنلقاو الجندار اللي المفروض فيهم يحرسوا هاد الاماكن هادو ما يدخلوش غير المسلمين. مشيو دابا دخلوا سميتو دخلوا البيران عتلقاو المسلمين. وفين هي الحرص على الاسلام والحرص على الدين وعلى الفتنه؟ واش هذه ماشي فتنه؟ واخا نزيدوا شويه. وبفوضى عارمه ونعاتب اقباح النعوت، وبالاضافه الى ما نص عليه القانون من احكام تعاقب من يعرقل اداء الشعائر الدينيه، فان الحدث بالنسبه لضمير الامه، كيهضروا دابا ضمير الامه، يمثل تصرف دابا حنا كضمير الامه ما كنشوفوش الشراب والبيران، ما كتغيروش على ضميرنا ديك اللحظه. تيسي الدعاره اللي كاين دابا في البيوت، الدعارات اللي كاينه في البيران دابا، انا الحاجه اللي بقى عندي انا ومشي معكم ونعتقلوا البنات كلهم الدعاره. واش الزينه حلال؟ واش الزينه مقبوله؟ في مراكش كما قلت لكم كاينه بلاصه كيجيو لها السواعده والخواج الدعاره، واش كيقول الله في الدعاره؟ ياك ما هضرش فيهم. وتيجي عباد الله تصوروا من احكام تعاقب كل من يعرقل اداء الشعائر، فان الحدث بالنسبه لضمير الامه يمثل تصرفا منكر في هذا البلد الذي يحيط العبادات وطقوسها باكبر قدر من الاجلال والتعظيم. قال لك يقيموا العبادات والطقوس اكبر اجلال والتعظيم والوقار. الدريات والدعاره شباك تيرسي والقمر الرهان اللي هو حرام، انما الخمر والميسر والانصاب والزام رجس من عمل الشيء. هذا الله هذا بعش معنا الطريق، واش كاين طريق الله ولا مش؟ واخا هالدوله فيها امير المؤمنين ياك، مع احترامي له احترامي له الكبير. وفسروا لينا كيفاش انا كندخل لداري غنمشي مثلا البار كتلقى صوره الملك حدا الخمر، وكل مسكر حرام كل مسكر حرام، وكيفاش انت كتحط لي الحرام حدا وجه امير المؤمنين؟ ها الله ها امير المؤمنين هلقى على الشرب حداه، وكندخل لدار الجمعه كنلقى الملك تيصلي. يلا فسروا لنا هاد فين هو الغير على الاس؟ عطيوني كيفاش هاد البشر علاش زعما واش هذيك غير حركه رياضيه وجامع اللي كانت غير على الله وغنطبقوا الاسلام راه غنديروا الاسلام. واعطيوني هاد المفتيين اللي هجموا على الزوزافي وهاد الناس اللي غادهم غير على الاسلام، وبعضهم قال لك كيوصفوا الخطاب ديالو الزوزافي بالداعشي، شنو قال انا سمعت الزوزافي في الفيديو شنو قال وسط؟ انا ضد ان شي واحد يدخل يصلي ويحيح ولا يهرس، انا ضدها. ما خاص الاقتحام، متفق معاك كي رانا بشر، ما ترمينيش في الموت تقول لي عندك تفزق، ديرليش البياج ونبان في الاخر انا شنو بغيتيني انا كنغوت 7 شهور؟ لا ما لا لا مصيفط كاس هكا تريقل عليا وجبتيني انت خطاب امني واستفزيتيني وجريتيني باش وفي الاخر يجيو المغرب شحال خطيره المغاربه. وقع شوف واش كدير الدوله كديرها، والجيوش في الفيسبوك كلشي منبطح ماشي كلش اكثريه. شوفوا التدوينات عباد، شوفوا المغاربه اكثريتهم جبناء جبناء. قال لك الفوضى، شنو هي الفوضى؟ شنو هي الفوضى؟ بغيت نفهم انا شنو هي مفهوم الفوضى؟ واش حنا دوله اسلاميه؟ واش حنا فينا خوف الله؟ واش حنا كاينه شي دوله فيها المناكر اكثر من ديال الدعاره؟ واش كاين شي نسبه الدعاره ديال البنات كيخرجوا اكثر من هذا الشيء؟ وهذا الشيء راه وصل البرلمان قال تزومي وقالوا عند عباد الله. واش كاين شي نسبه ديال القمر اكثر منا؟ واش كاين شي اعتداء على الحقوق والحريات وعلى المسلمين اكثر منا حنايا عباد الله في المغرب؟ واش كاين شي اعتداء على بيوت الله اكثر منا حنا؟ ملي كانوا الناس كيصليو وكيعتكفوا جماعه عدل الاحسان في المساجد كاع كيصليو، وعلاش كيدخل السلطه تما وتخرجهم صحه من داخل بيوت الله؟ واش ماشي اعتداء على شعائر؟ واش من حق ذوك الناس يرتادوا بيت الله؟ وعلاش هاد الناس اللي كيهضروا اليوم علاش ما كتهضروش ملي كتعتدي الدوله؟ علاش ملي كتعتدي الدوله على بيت الله ما كتهضروش؟ علاش الدوله كتجيب مسجد وكتعتدي عليه وكتجيب بار حداه؟ ملي كيجيو عباد الله وزيره وتقول لك الاذان كيضر، الاذان قالت لك تيفيق عباد الله، الاذان كيأذي عباد، علاش ما كتقلقوش عباد الله؟ علاش؟ واعطيني انا قلت لك هذا المفكر اللي غيهضر على الزفزاف اللي دخل البيت هل معاد نعرف قيم الله؟ قول لي ما رايك، هذا سؤال حطه المهدوي وهو جوهر الحلقه، ما رايك في الملك صورته حدا الخمر؟ انا قول لي اعطيني اصلها لي دينيا ملي غندوزو لها. الا كنتو فيكم رجال وفيكم خوف الله وهذا هو الدفاع على الايمان الله الحقيقي نعرف كلمه حق هذا هو المسلم، ماشي نتايا منين الشوباني غير شي ريحاره دار شي صفقه ديال كذا بقى تكتب وان الشوباني وان الشوباني، وملي تسمع نتايا الناس مثلا واخا حنا كنزهو الملك انا سيدي غير خبر تيقول كاين الذهب وكتب شي تدوينه وكيما هضرتي على الشوباني بشار صاحبي كلنا غنمشيو للتراب الملك والحكومه وبن كيلان والمهداوي وكلشي في اخر الدنيا كلها العيب والعار ما تكونش حق. واش كلمه الحق كتضركم مع عباد الله؟ واش ملي تعتقلوا النشطاء ديال بي جي دي في الصفحات تبقاو تقولوا الدواعش ايه هادو الدواعش هادو الدواعش ايه هادوك سيك دواعش، ومن تعتقل القاضي مشقاقه
كتبوا شي حاجه نعرفكم نتوما. انا كنوجه خطاب نشوفكم رجال. من اللي جا وزير العدل لو ان الرميد دار هذا البيان اللي دار على مشقاقه شنو كانوا غيديروا عدد من الناس؟ كانت القيامه غتنوض. صور بيان كله جريمه داروا اجار، كله جريمه، ولكن القضاه ما قدروش يهضروا. علاش؟ لان حسابهم ماشي مع اجار، حسابهم مع الرميد. وكيما كتجمع الزفزافي وهجمت على اجار، هجموا على عدد من العباد باش نسمعوكم، باش الموقف هنا راجل وهنا راجل وهنا راجل، ما بقاش نشوف موقف على هنا. لا غنترجلوا ندافعوا على القانون ودوله المؤسسات امام اي خرق واي اعتداء بصرف النظر عن المعتدي. ولك انا غير لحقاش باغي الزفزافي، ها اللي باغي غازل الدوله، ها اللي باغي يصيفط رسائل الحب، هل لا ما غاديش نسكتوا لكم. ملي كيتعلق الامر بمصلحه الوطن سالات الصداقات والصحبه، سالات الاختفاء. انا الوطن فوق كل جميع، لان وطن زوين كتعيش فيه انا وكتعيش فيه سلافه ويوسف وبشرى والمهداوي وعزيز، وكيعيش فيه كيعيش فيه الزفزافي، وكيعيش فيه جامع ابو الحسن ذكرته، وكيعيش فيه اي واحد، وكتعيش فيه نبيله مولي. هذا هو الوطن اللي كندافع عليه. اما هذا الوطن ديال اليوم وطن ديال الاقليه، وحنا ما باغيش وطن الاقليه. ما يدوخني حتى واحد بالفتنه عباد الله، ما يدوخني حتى واحد بهذه اللعبه ديال الفتنه. خاصكم تعرفوا عباد الله، قال لك قبل ما نكمل لكم، وتستنكر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أشد ما يكون استنكار تعمد الإخلال بالتقدير والوقار الواجبين لبيوت الله مصداقا لقوله، ومن أظلم ممن منع مسجد. واش هذوك عرفوا الله عباد الله؟ واش أنتم ما كتعرفوا الله عباد الله؟ عباد الله وبشحال كتمشي الأراضي ديال الأوقاف بدرهم النافذين؟ رجعوا عباد الله كيفاش الأرض اللي تعطات لعدد من عباد الله بدرهم، رجعوا فتحوا عباد الله الملفات والصناديق ديال الأوقاف. واش هاد بيوت الله ملي كنسمعوا تعذيب المسلمين ما كتعطي حتى موقف؟ ملي كنسمعوا الاعتداء من الاحكام، واش عباد الله عباد الله عباد الله واش بيوت الله علاش مدايره؟ نجي انا وتبقى تقول لي فوائد الصيد، تقول لي فوائد كذا، وانا ورقه ديال الضوء عندي 3000 درهم. واش الخطيب اللي منطقه كتعنى بالريف عوض ما يجي كرجل دين ويقول لهم ان الحقوق وان المسلمين خصهم يعيشوا مزيان، وقال الله تعالى والمواطنين فان ومن كذا كذا ومن راى منكرا فليغير. راه ماشي منكر واحد كيتخلص ب 13 مليون ومواطن مسكين معطل، راه غير منكر عباد الله باش بنادم السرطان يبقى يمشي حتى للربا. هذه هي خطبه الجمعه. قول لي ديك الساعه كتب العيضه، انا كنقول لك ماكيناش السرطان ما خدامش كذا، وتجي تقول لي انت عافيك الفتنه وبغيتي نرد نبوسك في المحراب في المنصه ولا شنو زعما؟ علاش هاد المدونين ما يقولوش اخطا الفقيه واخطا الزفزافيه؟ الزفزافي جرى تجر لداكشي، اتجر كايها بشر، اي واحد يقدر يتجر، اي واحد يقدر يتجر الخطا. ولكن واش الزفزافي لا تجر نتعرضوا كاع حتى بهذا التحليل؟ شنو هي عندك انت مصلحه دابا تشد انت صفحتك تحولها كلها غاز زفزافي؟ وعلاش هذيك الصفحه كلها ما تحولهاش؟ حط حسين بن سليمان وحط جرائمه، شد غال اختار اي واحد في البلاد وحط جرائمهم وقادهم. علاش مالك الزفزافي بقيتي؟ واش غتقدر توصلوا الزفزافي نختلفوا معاه تنعياو؟ عندكم رجولتو هاد المجرمين اللي كيهجموا عليه، عندكم شجاعتو، تعالوا كون راجل وخطب. انا بكيت المغاربه قبيله بكيت، شفت واحد المشهد كيفاش فوق السطح كيقولوا للعيالات هرب وكيقولوا ما نهربش الرجوله، تعالوا كون راجل. المجرمين المنبطحين تكتب تدوينه واخطاء وما غاديش ما يقدر بنادم تقدم مقدم يترجل، انا خايف عام الدنيا باغي عاجل المليون في الشهر. جبان جبان بنادم باغي واحد 10000 درهم باش يخرجوا كريشه ويخرج الحريقيله، وهذه هي الحياه عنده. واحد مسكين واش الزفزافي ياخذ 10 مليون دابا في الشهر مع الدوله؟ 20 مليون صفقه ما بغاهاش، معرض راسه للمخ. رجال كما قال ماو سي طونغ، الثوره يخطط لها الرجال ويصنعها الرجال ويستفيدوا منها الجبناء. الجبناء جبناء، قال لك انا المهداوي اسس للفوضى. حنا كناسسوا للفوضى حنايا، حنا كناسسوا للفوضى، حنا قال لك كناسسوا للفوضى باش نحافظوا على الشعبيه ديالنا. شكون اللي صانع الفوضى؟ شكون اللي ما جايبش؟ شكون اللي ما جايبش الطروادي؟ شكون اللي كيقتل الناس في السرطان؟ انت الدوله عندك 123% معدل ديال التنميه البشري في العالم مكراسي، شكون؟ اكبر نسبه ديال الدعاره، شكون؟ الزفزافي اللي دار النسبه؟ الزفزافي اللي دار العاهرات؟ شكون؟ متخلفين في الرياضه في الفن في الوسخ في كل شيء، شكون الزفزافي اللي دار هذا الوضع؟ غاسخنوا راسو الزفزافي، عنده الصالير ديالو واكل شهر مفطح. واخا عباد الله تقول لي المهداوي، انا نقول لكم علاش انا كنشرع النضالات والاحتجاجات. دابا انت الا كنتي مدابز مع شي واحد، الا بغيت تصالح مع شي واحد، دابا انا باغي نتصالح مع جاري، وداك جاري خويا واخد اختو، خويا واخد اختو داك جاري، مدابز انا وياه في المحاكم، وداك جاري بغيت نتصالح معاه ولا بغيت تهدئه معاه، شنو خصني ندير؟ خصني نشري الورد، خصني نقول له صباح الخير، خصني الا كاين شي وسخ قدام بابو نحيدو له نساعدو، كاين شي كنرمي واحد الاشاره باغي نتصالح. وتصور انا باغي نتصالح مع جاري
وخويا جالس بدا كيباشر اجراءات ديال الطلاق لاختو الخدك جاري، واش باغي نتصالح وانا باغي نطلق؟ وخويا بدا يطلق لاختو، ولا ولدي بدا يطلق لاختو وباغي نتصالح معاه. الا انتم باغي تصالحوا مع الريف والتهدئه، انا ما اشارات. انت شنو درتو؟ صيفطوا وزاره كيتلاقوا عباد الله بحال اللي باغي يوجهوهم، وفي نفس الوقت صيفطتي خطاب. تصور انت باغي الوفد يكالمي لو جو، قلتي باغي الحلول، وصيفط خطاب للفتنه. واش هادي كيقبلها عقل عباد الله؟ واش هادي كيقبلها عقل؟ صيفطتي واد وزاري يكالمي الوقت ويهدئ الناس، وفي نفس الوقت صيفطتي خطاب ديني وسط المساجد كتعاير في الناس اللي هما باغي تتعب، وعزلتي. علاش كتقلب؟ كتقلب هاد الخطوه اللي تعبها الزفزافي باش تقول لهم ها بيوت الله المسلمين المغاربه عايقا. الزفزافي احرص على بيت الله، والخطاب اللي كيوصلوا بالداعشي قولوا شي كلمه ساكنه حشومه صاحبي، عيب الله عليك، عيب الله عليك، عيب الله عليك، نقولها لك بالفن كاع. خطاب داعشي، شاف هي الداعشيه اش قال مسكين الزفزافي؟ قال حديث نبوي، الرسول تيقول لك اخوف ما اخاف عليه على امتي اما مضللين. واش حديث ولا ماشي حديث؟ اش قال الخرز الزفزافي في تما؟ قال عباد الله واش جاب شي قرعه شراب وسط الجامع؟ جاب شي دريه وسط الجامع؟ بدا كيهرس في البولات؟ شفنا تيقول كلام ينسجم روح الاسلام. واش قال عباد الله لا يعقل واحد الانسان مثلا داير عمليه جراحيه وواحد طالع فوق وشاد كمانجه بحال الصوره هكا، انا في عمليه جراحيه مريض وشي فقيه طلع فوق وشاد كمانجه، جا داك السيد قال له السيد حيد كمانجه صافي، ومن راى منكرا فليغيره. عندنا ومن راى منكم منكرا فليغيره. واش القران حدد لنا فوقاش نغيروا المنكر؟ عاد تقول لي واش عنده الصفه؟ شنو هي الصفه؟ كي غنديروا لها؟ كي غنديروا الناس من في ايديهم الحل عباد الله كيتريقلوا علينا ما باغيش يغيروا. صيفط لي سبعه الوزراء كلهم عندهم الاواني الفضيه، كلهم لاه في المال العام، كلهم لاه في المال العام. انت ملي كتبغي تحل المشاكل ديال الناس كما قلت لك شي واحد جارك كتصيفط رسائل، اش غدك دير؟ خص الملك يدير خطبه وكتقول انا نظرا لاحتياجات الريف ومشاكل الريف خصصنا واحد 800 مليار للريف ياك، وكدير واحد الاشاره كنقولوا راه الغينا ظهير العسكر. كاين جوج خطوات ولا يورار عليكم، عطيوني شي خطوه ديروها في مجال المالي. اش كنقول لكم المغاربه تسمعوا المداوي، الا بغيتو تعرفوا شي حاكمين في العالم واش عندهم نيه التغيير ديما قصوا كي الشكاره، حيت الشكاره هي المحدد ديال اراده التغيير. واش انا ملي غنشوف التغيير شنو تغير من ورانا؟ ها هو انا في الحيره كنظهر ورايا كيبان لي راه العسكره باقا الظاهر، كندور هكا راه قائد وفرح قال لي غنمارس الجيش مع امك ومع اختك، كنولي ندور هكا كيبان لي هذا المسؤول اللي جاي هذا عنده 13 من الاواني فضيه، كنطل هكا كيبان وباش غنتكارم انا ونتيق فيك؟ كيقول لك لا تيق في الوفد الوزاري. شنو هي الاشاره اللي عطيتيني باش نتكارمو؟ وكنتسوق هكا كنغي راه امي فاتحه باقي الملف ديالها مسكينه شكون عقل عليها، راه صلاح الدين الخاي مسكين ملف وراه كذا، راه الطنطا راه وعاون البارح. تصوروا شنو؟ عطيوني مؤشرات. غير وفد مشى الطياره اش غنديروا بالوجوه؟ مشاو غير باش يقولوا لهم ها هما جينا وما بغاوش. بداو كيحرضوا لنا على اشنو بغيتوا التلامذ؟ بداو التعبئه الزفزافي راه كيحرض التلامذ على المدرسه. وانتم ما عندكم قلب على المدرسه؟ ياك على البارح استاذ ما عنده ما ياكل، استاذ ما عنده ما ياكل كيقاري مثل لو هذه الدوله عندها قلب على التعليم. كيفاش هذا القاضي اللي يحكم على السيد مبقى عنده درهم؟ واخا ملي البديل خارج الفيديو كاين شي وزاره تحركت من البارح اليوم؟ هذا الاستاذ فكرتوه؟ يا المجرمين الله يعطينا معكم، شحال نقول شي كلمه الحبس كاع ولا كنتمناو الحبس عبر الغديد اللي خرجتوا فينا. واش مجرمين كتفلوا على المغاربه بعقلكم؟ واش حنا كنقلبوا على شي فتنه؟ اروع شعب هو الشعب الريفي، واروع ولد هو داك الزفزافي. والله اخوتي شحال طيب داك الزفزافي، كتشوف شي موسخين تيكتبوا عليه وسمحوا لي راه كنتعصب. علاش كنقتلوا حنا ولادنا الابطال؟ علاش؟ واش الزفزافي راه الزفزافي ما كاينش حتى في امريكا اللاتينيه دابا، ما كاينش حتى في روسيا. هذاك راه ثروه خارج وتيديروا والاعتقال كيقول عاد تعتقل. هذاك راه استنوم مالو مسكين تحقر تحقر. شنو بغيتوا المجرمين؟ شنو بغيتوا انت اللي بغيتي تصلع عندي؟ انت عندك 13 مليون واواني فضيه وجاي عندي تقول لي نحل لك الحيرات؟ شنو بغيتوا هنا؟ شنو الدولة ما عندهاش رغبة تحل المشاكل. هذيك الوفد الوزاري وهذه الخطابة هذه كل سون دي بيش، والله ما عاد غتحكم بطريقتها الخاصة. ما عندهاش رغبة الدولة تحل، ما عندهاش راه الدولة تحل رغبة. وهذا الشيء يقولوا علينا حسبونا حنا كيما بغيتوا عباد الله. عباد الله رجاء نكونوا اذكياء المغرب. انا والله ما عندنا مشكل نتعتقل، وانا عارف راسي والله حتى غنتعتقل ولا غنتقتل، والله ما عندي جرام في هذا الشك هذه، والله ما كنخاف. ماشي زعما منطع، لا انا كنبغي البلاد والوطن وكنبغي هذيك الملكيه. واخا ما كتحضيناش، واخا مقصره، واخا حتى هي شريكه 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 الملكيه شريكه في هذا الشيء اللي كيوقع في البلاد. انكو كان الملك داير شغله والله اخوتي ما يوقعش. علاش الملك عنده قرار بسيط يديرو دابا؟ والله ما تكون صداع
كاين اللي نهضروا على الريع والامتيازات والبرلمانيين كيشدوا ديك الفلوس والتليفونات، وانت القرار ملكي. محمد السادس الى قال حبس عليا البرلمانيين، اسمح لي والملك كيتقاسم تيدافع على راسو. عندك هنا حكم قضائي فيه اعتداء على القضاء ما كتهضرش مع ديك الدكتوره الدريوش ومن غير الدريوش، وعندك حكم قضائي حسب الاستقلال باسم اذا بجوج خص الدفاع على صوره الملك. مشكل صوره الملك الى قال تحبس الحوادث الفضيه جريمه بحق الدوله وحق الملكيه. انا ما عارفش علاش الملكيه ما كتدخلش، واش ما فراساش، واش ما قادراش، واش ضاول. ولكن اخوتي راه خصنا نتعلموا نقولوا كلمه الحق لك انتم مسلمين. راه ابو بكر الصديق تيقول لك لو عثرت دابه في العراق لسئل عن عمر. وعلاش السي محمد السادس ما يتسولش وحنا باغيينه ومشرفينه وبغيناه يبقى ملك؟ وعقلك يخليك خليك واش تسولو وتطرح عليه سؤال؟ لا مدير الشركه لو وقع فيها اخطاء ولا كذا كنحمل المسؤوليه لمدير الشركه. الدري اللي دار لبسانه كنقول له ما رباوكش والديك، والديك خايبين. المدرسة اللي وقع فيها التلميذ كنقول المسؤولية عند المدير. كنطلعو حتى للدولة وكنقولو لا مسؤولية عند المجيدي وعند الهمال. لا علاش حتى كنوصلو تما وعاد كنبقاو نقلبو مغار؟ لا الملك يبقى معانا وكيسمح لي. يا الملك محمد السادس بكامل الاحترام ليك تتحمل مسؤولية هذا الشيء. ماشي انا الصورة شفت هاد الفيديو قبيلة، الناس واقفين تيقولو جنوية جنوية، لا حجر لا سلمية، والمخزن داخل. يا اش كتعرفو اش كتقلبو؟ واحد الشعولة المواجهات حتى داخل عليه كاين احتقان تما. وتعالى نتحاسب معاك دابا شكون اللي حيد طروات ديال السرطان؟ اجي نتحاسب مع المسؤولين ديال المنطقه. شنو درتي؟ الوالي باقي دابا كيتفطح تما وكيتسالى، الوالي باقي دابا مسؤول. السيد تطحن في كانيوت الزبل، كانيوت الزبل شنو وقع؟ شنو درتي ولا ملي تطحن كانيوت الزبل؟ الحشي الحوت كيخرج من المرسى، البوليس كيشدو رشوه، هادو كلهم السياده كيقولوها. عطيوني شنو دار في الاجراء في الامن؟ وشنو دار؟ مشى الوالي ما تحملش المسؤوليه، رئيس الجهه مشى، العامل مشى، وكيل العالم شنو وقع في ملك الله؟ تعطات شي فلوس؟ شنو صحاب لكم انتم؟ واش حنا خرفان ولا نعاج؟ شنو بغيتي هاد الزفزافي هذا؟ شنو بغيتو مسكين اش دار في ملك الله؟ هاد الحراك اللي دام 7 شهور عطيوني خسائره، كنبانو قدام العالم حنا دوله ديمقراطيه، راه الحراك ولا الدوله. بغاو ينفصلوا من حقهم كاع ينفصلوا ولا بغاو؟ انا بالنسبه لي شغلو هذاك، انا بغي ينفصل يتحمل مسؤوليته، انا ضده، ضد الانفصال ومع الوحده المغربيه، ولكن هو انا بغى في اطار حريه التعبير. لا انا خصني نطرح سؤال، علاش بغى الانفصال؟ والانفصال كاين في اسبانيا ومعايش الباسك، وانفصال كاين في ايطاليا، وجميع دول العالم فيها حركات انفصاليه. اي دوله في العالم عطوني شي دوله فيها حركات انفصاليه. علاش حنا اللي كديروا لنا العمل؟ خليه يقول انفصال، انا نقول لا بقى معايا ونقنعو. واهم حاجه خصني نعالج اسباب الانفصال. علاش حمدي ولد الرشيد مع الصحراء المغربيه؟ واش مع الصحراوي؟ حيت واكل وشارب. علاش الدرهم مع الصحراء؟ حيت واكل شارب. سعيد الجماني واكل شارب، ولكن واحد اخر ما عنده والو تجي ساهله. حنا نتفاصلوا وناخذوا حوتنا، راه اصلا صراع اقتصادي. واقسم معايا، ما تقسمش معايا غنتم الهوى، اقسم معايا الحوت، اقسم معايا الارض، اقسم معايا الحق في الشغل، اقسم معايا الحق في الصحه. حق المغاربه كيموتوا باخطاء طبيه، العداوه. وشفتوا فيديو البارح بنادم كيجبدوا كيهرسوا الباب. يا يعني المجرمين اللي كتعايروا الزفزافي، الزفزافي رجع لكم الاعتبار، رجع لكم الاعتبار. الشعب اللي كيكرم، خذوا نموذج القاضي الهيني، نموذج. شنو دارت له الدوله؟ حقراتو، عدماتو، مات، باي باي، سير بحالك، تعزل، ما دار والو، تكرفصوا عليه. شكون اللي رجع الاعتبار؟ الهيني، هو الشعب. باش كياكل دابا الهيني باستشارات المذكرات؟ شكون اللي شكون اللي كيعطيه المذكرات؟ الشعب. علاش كيجي، علاش كان الشعب كيجي الهيني بونا؟ على واحد الصوره تشكلت الشعب على الهيني، راه راجل مزيان وراه راجل نظيف وراه كذا وكذا. اذا الهيني غذائيا المخزن راه عدمو، سلام معاه. اذا الوفاء خصو يكون للشعب ماشي المخزن، لان اصل القوت هو الشعب، الشعب هو البطل. اما المخزن سلام معاه، ما شاف لا الله ولا رسول ولا. شوفوا الجريمه اللي دارت مع القاضي فتحي، واش ياك كتعترف الدوله السيد راه عنده عقل وكذا، وكاين القانون تيقول. واش غنتي قرا هذا الوزاره عيط كاربا؟ وعباد الله عندكم ماده في القضاء تقول لك اي موظف وقع له مشكل في عقله ولا في نفسيته الدوله كتحفظ له انه بعض الصحه. هذا القانون، انت دابا اللي كتتصل كتقول الدوله خصها تحترم معها القانون. هي الدوله ما كتحترم في القانون. وزير وعد الممثل للملك في المجلس على السلطه القضائيه، نائب الملك تيجي تيقول للمال العالم هذاك السيد راه مريض واكتشفنا بانه مريض ومع ذلك نعزلوه. اذا ملي كيجي وزير الدوله، الوزير وماشي غير وزير، الوزير راه مسؤول، راه عضو حكم مسؤول امام رئيس الحكومه، والحكومه مسؤوله امام الملك، والجريمه مشاعه. اذا ملي غيشوف الزفزافي ولا المواطن المغربي ان شخص ان القانون كيتبع بديك الطريقه، علاش كتحاسبوا غير الزفزافي؟ علاش ما تحاسبوش الدوله اللي كتخلق القانون في جميع المستويات؟ الزفزافي واخا يدير شي حاجه راه مواطن، راه 7 شهور ويغوت، وكيبانوا العافيه جايه، الاعتقاد ديالو جاي، روجوا له بانه كيحرض التلامذ، روجوا له بانه والاقسام بلا كراسه
يا المجرمين كتفكروا انتوما في التلامذ، قاسم تقول لهم كيحرض التلاميذ، انتوما عندكم قلب على المدرسه، شكون اللي دمر المدرسه العموميه لصالح القطاع الخاص وشركاتكم باش يقريو، باش يقريو عباد الله؟ شكون؟ شكون؟ في ختام هذه الحلقه نقول لكم المغاربه مهما كلفنا هذا الشيء، تحيه للزفزافي وتحيه للريف، يا ابطال من حقكم ترفعوا راسكم عاليه، ارفعوا رؤوسكم، فانتم عزتنا، انتم الشرف ديال المغرب، انتم الشرف اليوم الدنيا وغدا الاخره. حنا راه ما راسنا سخون، شي مجرمين راه ما كنتعصبوا بعض المرات مصطلحات، ولكن راه غير حبا في هذه البلاد. من حق المغاربه، وانا علاش كنتغدد غنعيش مره واحده في الارض؟ بغيت نعيش كمغربي زوين، بغينا نعيشوا في الوطن زوين، بغينا نعيشوا شرفه، ما بغيناش بناتي انا في الدعاره، ما بغيناش الشراب، ما بغيناش الخمر، ما بغيناش القمار، ما بغيناش الميسر، ما بغيناش بنادم عايشين. اش نقول لكم واحد الفكره دابا، واخا انا كنناقش الملك بكامل الاحترام، واخا السي هاد الكتاب اللي كيكتبوا، تما نقول لكم بكل ادب، الملك الطريق ديال سلا عنده قصر كبير كبير تعيش فيه مدينه، هنا عنده قصر، هنا عنده قصر، هنا عنده قصر، فين ما مشيتي كامل الاحترام، واخا هو ولد قصور. واش دابا في الاسلام ناقشكم دابا اليوم اللي خفتوا على بيت الله والله سبحانه وتعالى، هل يقبل عمر بن الخطاب يدير هادشي او بكر الصديق؟ اختاروا كيفاش ان عند القصوره وهنايا في صاحب القايد بنادم ما عندوش 40 متر في ناس والعداله الاجتماعيه وكذا. شنو بغيتو؟ وناقشوا انا عارفك انت يا المفكر ولا كنتي راجل وكتب في هادشي، انا كنعرفكم رجال قولوا كلمه حق. الفساد والاستبداد كيأسس للفتنه، انا قلتها لكم، الدوله اللي كدير الفتنه ملي كنمشي انايا ونخلي هاد البيران وهاد الدعاره وهاد العاهرات وهاد التفوارق الطبقيه، انا عاد كنزرع الفتنه وكنزرع القلق المغربي. علاش شخصيتهم فاطمه ما كتركب له الصوره؟ كتبان له صوره هنا في شكل وهنا في شكل، ما عندناش وضوح في الرؤيه في التربيه انسجام، بحال شي واحد كي جالس في الدار كيدق عليه، باقي الولد عنده غير 3 سنين كيدق على شي واحد في الدار، الولد كيفتح تيجي تيقول له كاين باك كيسالو شي 100 درهم، كيدخل عند باه تيقول له با راه بغاك فلان، كيقول له سير عنده، يقول له ما كاينش. تصور الطفل عنده 3 سنين با كاين وما كاينش، كتبناها الشخصيه. كما قلت لكم ذاك النهار على الفساد، انت ملي كتعطي 4 المليون ولا 5 المليون باش يدخل بنادم للبوليس ولا الجندار لولدك، راه اسستي للفساد المواطن. الا ذاك الولد ملي يدخل ب4 سنين ولا 6 سنين خصو يخدم معاه باش يرجعها، وباش يرجع ديك الفلوس اللي هي انت خبعتي بها البقره ولا تلفتيها، ما كتبقاش تهز راس على الحقوق، من تما كتبدا تما لو سيستيم كتدخل فيه كتولي ها. وديك 6 المليون باش تجمعها خصك دير رشوه باش يلاح توفر ديك 6 المليون، وعاد كيولي عندك نزعه انتقام. راه الفساد المأسس عباد الله. انا كيما وصفني واحد القاضي، تصوروا معايا قاضي كيمشي لشي مدينه وما عنده حتى ريال، واللوبي ديال الفساد كتلقى كاتب ضبط كيقول له عندك القاضي فين، كيكون يلاه تعيين جديد، تقول له كيعطيه الماكله والنعاس والفيلا وكل شيء. علاش؟ باش نهار اللي يقول له هاك هذا المير فقديه كيقضيه، كيفاش بنادم كيدخل الفساد كيتمأسس من الاول؟ ف في ختام هذا المشكل هذا، انا نقول لكم المغاربه كلمه حق، واش تسمعوها مني؟ كاين اللي ما كيعجبوش نجبدوا الملك، ولكن المغاربه هذا الحق، والله ذاك الريف شرعي، والله ذاك الحراك المغاربه سمحوا لي وخا الله ما خصنيش نحلف به في الحلقات، ولكن راه هذا لنا، راه هذاك النقاش الشرعي، راه دوك الناس ولادكم المغاربه وقفوا مع دوك الريافه، ما تخليهمش يستفردوا بهم، ما يقاولبوكمش. شوفوا عباد الله اش داروا مع الاحتجاجات ديال ولاد الصبيطه والسي الطيبي، الناس كيقول لك عباد الله السي الطيبي جا انا الصفري وقال لهم هاد الارض بغاها سيدنا ب 50 درهم نصب اسم الملك، وداو الدراري 11 عام لواحد الحبس، عام 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 عام، ماشي جريمه؟ في جريمه هذيك عباد الله؟ وشنو هي هذا؟ واش يديروا القانون مع هذا؟ الصفري ويمول الاراضي وتشوف بغيتو الزوزافي يدخل يبقى يبوس، يجي الفقيه قدامه وقاص الفقيه كيصوت ويولد يبوس الفقيه وبغى يخرج الفقيه، راه بشر راه كينفعل، حنا راه غير بشر كنديروا سلوكات غير كدفع شي واحد، فهمت انا الفكره؟ كترميه في الماء وتقول له ما تفزكش، هو حتى حاطه في الماء. دونك شنو هي المخطط باش الفكره اللي قلت لكم؟ هو المخطط دار هكا، نصيفط وفد، نهيش، نقيس في الشاعر، نعزل الحراك، لان الدوله ما عندها، حيت علاش المغاربه باش نقول لكم كلمه حق وتلقوا فيا، الحل هو اقتصادي، حيت المشاكل المغرب شنو هي؟ خصنا التعليم، خصنا الصحه، خصنا الولوج كذا، خصنا هادشي خصو الفلوس، وباش دار الفلوس طريقه باش بنية الدوله ما يمكنلكش جبد الفلوس، لان الفلوس مهارفن عليها عباد الله، واللي كيسرق ما كيسخاش بالفلوس، راه انا واخا الانسان يكون غاشارك شي حاجه ما كيسخاش بحالك سارقها. دونك الناس عندها الفلوس ما باغياش الاخرين يعطيهم فلوس، باش تحل المشاكل ديال خصها الفلوس، وهما ما عطاوش الفلوس، مشاو عطاو الامن، باش يبرروا الامن داروا هاد اللعيبه. هل وفد مشى وجروا داك السيد حكا راه وقاس بيت الله بيوت الله؟ السيد اللي كيقيس بيوت الله هي الدوله المغربيه، والفقهاء معظمهم مجرمين، الفقيه خصو يقول كلمه حق الله، قال لك عرفتوا كيقول شي اصدق كلمه قول هي كلمه حق من سلطان جائر، اللي كيصلي ويصوم قول كلمه الحق للملك وقولها وحبه وما تخونوش، ما تخونوش وما تغضب، ما كلمة الحق قولها له. كاين الفلوس ريافة خاصها تحل مشاكلهم بالفلوس، إلا ما دارتش الفلوس هادشي كله عاد شاء لاعب المغاربة، قلت لكم شحال هادي
والله ما عاد الالاعيب المغاربه. كنشكركم الزوار الموقع، والى اللقاء في حلقه اخرى. الى اللقاء.